مساحتنا الأولى مشاهدينا رح نبدأها من الفن والإبداع بسوريا، وبتعبر عن ذاكرة سوريا الحقيقية والقديمة والمتوارثة كمان عبر الأجيال. طبعا هذا الشيء كله مع الحرف التقليدية والتراثية يلي استطاعت اليوم أنه تحافظ على حضورها رغم كل الظروف وكل الأشياء يلي مرت على سوريا وعلى دمشق وحواير دمشق القديمة، وبفضل أيادي اليوم الحرفيين يلي حافظتها عبر الزمن وحافظت كمان على إصرارها. أكيد نحن بعدنا محافظين على هي الحرف التراثية والتقليدية رغم كل الظروف، لهيك محطتنا التالية مشاهدينا بين حارة حنانية وخان الزجاج بباب شرقي، وانطلاق القسم العملي للدورات التدريبية المجانية للحرف التراثية والتقليدية المقامة برعاية القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وبإشراف اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق والجمعية الحرفية للمنتجات الحرفية أيضا. ولنحكي بشكل موسع عن الموضوع، بيسعدنا أن يكون ضيفنا لليوم السيد فؤاد عربش رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات التقليدية. صباح الخير. صباح الخيرات أستاذ. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ فؤاد. صباح الخيرات يا هلا. يعني اليوم موضوعنا جدا مميز، ما في حدا يمكن ما راح على حارات الشام القديمة وحارة حنانيا ولاحظ قد ايه اليوم في تطور، وهلا اليوم كمان عم تعملوا دورات تدريبية عم تضم أقسام عملية ونظرية، خلينا نحكي عنها. كتير حلو هالكلام، ومثل ما تفضلتي بالمقدمة بالتفاؤل، هذا العمل اللي عم نقوم فيه هو تفاؤل كبير لمستقبل سوريا ولأنه نوجد جيل جديد يحمل الحرف التراثية. الدورة تم برعاية مثل ما تفضلت برعاية القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومكتب المنظمات تم إعلانها من قبل فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، وقام فيها اتحاد جمعيات الحرفية بدمشق والجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية بالدورات التدريبية بتضم مجموعة من الحرف التراثية ومنها ما يقارب 125 متدرب إضافة لمجموعة من جرحى الجيش. الجمعية قامت بكل ما عندها من نشاط ومن حرفيين مهرة، نقول مهرة لأنه أقل حرفي فيهم عنده خبرة لا يقل عن 40 عام خبرة حرفية، هدول كلياتهم قدموا الدورة التدريبية مجانية لدعم الحرف التراثية لدعم استمراريتها لنوجد بالمستقبل جيل جديد يحمل هالتراث السوري هذا يلي نحن حملناه من آبائنا ومن أجدادنا. أكيد كثير عم نشوف عبر الشاشة العديد يمكن من لقطات خلال الدورات التدريبية المقامة اليوم، خلينا نخبر المشاهدين أكثر مين هي الفئة المستهدفة اليوم من ضمن هي الدورات التدريبية. كنا نعرف قد هي مهمة اليوم فعلا لإحياء التراث اليوم بالحرف التقليدية. هلأ الفئة المستهدفة هي فئة شبابية، تمام، وكانت بالإعلان طبعا حطينا نحن من ما بين 18 عام و 35 عام. نحن بدنا نوجد شباب جديد تحمل اسم الحرفة، اللي تقدموا أغلبيتهم طلاب جامعيين، طلاب من الفنون الجميلة من الأثار والمتاحف، يعني اختاروا حرف بتساعدهم ضمن دراستهم كمان. وحتى الحرف اللي انوجدت يعني كلها أغلبيتها هندسية وأغلبيتها بتتبع بالرسم، مثلا عندنا حرفة الرسم على الزجاج، عندنا حرفة العجمي أو الدهان الدمشقي الرسم النباتي على الخشب، عندنا حرفة الاكسسوارات والحلي التقليدية، عندنا حرفة الفخار والخزف، إضافة للميناء على الزجاج، يعني جميع حرف فيها فن فيها إتقان فيها إبداع كمان. وهالحرف قائمة كان الأسبوع الأول من الدورة أسبوع تعريفي للحرف وأسبوع للاختيار، يعني نحن عرفنا الطلاب عن الحرف ورجيناهم نماذج ورجيناهم كيف الطريق، تم الاختيار من الطالب شو الحرفة اللي بده إياها. هلأ الأسبوع انطلق منه من اعتبارا من التنين اللي ماضي من أول تنبارح، يعني المركز التدريبي بلش العملي، ويمكن مثل ما تفضلتي فيه هلأ
صور أو أفلام. صحيح. عن المراحل العملية. هذا رح يستمر لمدة 45 يوم. الدورة الأولى تعتبر دورة تعريفية. بعدها بينتقلوا لمرحلة أعلى نفسهم وبيتم إعلان على دورات جديدة بكمان بحرف جديدة بعدها. يعني رح تكون هاي في استمرارية لهالنشاط هذا برعاية القيادة ودعم اتحادنا اتحاد الجمعيات الحرفية. رح يتم هالعمل هذا مستمر لسنين ولأعوام ودورات متتالية وكلها مجانية رح تكون من حرفي الجمعية المميزين كمان. ذكرت أستاذ فؤاد أن الدورات بتمر بمراحل متقدمة لكل المتدربين أو المشاركين في اليوم. هاي الدورات شو بتقدم بالضبط للمتدربين وشو هي نسبة التأهيل لحتى هنون يدخلوا أكثر بسوق العمل؟ هلأ وقت اللي عم يتقدم الطالب للتدريب عم يكون البداية تبعه عم نعرفه على الحرفة، على أدوات الحرفة، على المواد الأولية اللي تستعمل، كيف تستعمل، ونبلش نعطيه الخطوات الأولى للعمل. هي بتنتهي ضمن المرحلة الأولى، بتكون بدائية. هي تعتبر لحتى درجة أولى؟ هي تعتبر درجة أولى من الترحل. طبعاً وقت اللي بنتهي 45 يوم وبتقن هالشي هذا بتجي المرحلة الثانية بتصير بياخد مستوى أعلى من التدريب. دائماً الحرفية إلى بدايات وإلى تطورات تتطور فيها تكبر فيها. مثلاً حرفة إذا أخذنا على الرسم النباتي على الخشب نعطيه لوحة صغيرة 20x20 خلي يرسمها خلي يتقنها، نعطيه لوحة وتنتين وثلاثة بعيد بيغلط بعيد بيغلط لحتى أني تزبطها. بس توصل لآخر المرحلة من اللوحة بده يعمل ديكورات، بده يعمل أسقف، بده يعمل جدران، بده يعمل مجالس، هاي ما بيقدر ياخدها من أول دورة أو من أول مرحلة. كل ما طلع مرحلة ونحن طالب وقت اللي عم نشوفه عم يتقبل العلم، عم يعطي مثلا أفكار جديدة، عم يسأل، عم يتنور بشيء ما بيعرفه ولكن عم يفتكر، عم يعني تجي بباله من خلال العمل، بنحسه أنه هذا له مستقبل، أنه بنهتم فيه أكثر كمان، أنه في عنده موهبة، موهوب. من هالمراحل هاي بنختار نحن الطلاب ونعطيهم بالتسلسل درجات لحتى يوصلوا للاحترافية. تمام. وهم بدي أسألك سيد فؤاد، يعني فعلا نحن اليوم بعصر تطور وتكنولوجيا فبتلاقي أغلبية الشباب يمكن بعيدين عن هي الحرف اليدوية والتراثية. اليوم قدي مهمة اليوم وجود الشباب ضمن هي الدورات التدريبية، وفي حال فعلا لقيتوا شباب موهوبين ضمن هي الدورات ممكن يتقدم لهم دعم لبعدين؟ طبعا طبعا كثير سؤال حلو. وكثير من الشباب هلا ليش اولا مجانيه نفتح مجال لكل الشباب القادر او غير قادر انه يمسدد، انه يجوز شاب موهوب ما قدرته الماديه مثلا يدخل على الدوره، هي سمحت له انه يدخل. من هون نحن من خلال العمل بنشوف الشاب الموهوب. ونحن اساسا مراكز التدريب تبعنا مراكز محل ورشاتنا، مكان عملنا. يعني طالب مو انه تدرب خلصت الدوره يلا روح على بيتك، بده ضل يتردد على المركز ونحن بنستعين فيه مستقبلا. نحن بنستفيد من خبرته. هذا الطالب مثلا عم يعطي شغل حلو او بالدوره كان ناجح وكان مميز، نحن بنقدر نستفيد فيه مستقبلا انه تعال ساعدنا، اجانا مشروع معين معنا بدنا نحن مين يشتغل، بنستعين بهالطلاب هدول بنستفيد منهم وبنفيدهم بنفس الوقت. بقى هي الفكره بوجود انه جيل جديد وصاحبين خبره جديده نهتم فيهم اكثر او نساعدهم اكثر ترجع الفائده لنا مستقبلا. اكيد. طيب استاذ فؤاد، اللي هي الدورات هي مجانيه صح لكل الشباب؟ بما انه مجانيه اليوم فلازم يكون في رعايه من قبل احد المؤسسات الشركات الداعمه يلي تكون هي راعيه لهي الدورات. اليوم في رعايه لهي الدورات، وشو هي الصعوبات يلي تواجهكم اثناء عمل هي الدورات؟ هلا الرعايه نحن القياده المركزيه وقت اللي قامت بالمبادره كان نحن عنا يعني فرحه لا توصف، يعني لانه كرعايه قويه بهالمستوى هذا دعم لنا ودعم لحرفنا، دعم لاتحاد جمعيات الحرفيه بدمشق وللجمعيه الحرفيه باستمراريتها. ونحن كجمعيه
عربون ولاء ومحبة لوطننا قدمنا هالدورات التدريبية مجانية لحتى نحافظ على تراثنا ونحمي تراثنا ونديمه للاستمرارية ونوجد جيل جديد يحمل هالتراث هذا. نحن ما شو الكلفة اللي بتكلفنا فيه؟ نحن العمل قائم ضمن ورشاتنا، العدة موجودة، المواد الأولية موجودة، عم نأمن له كرسي وطاولة للطالب. هاي أقل شيء إننا نقدمه. مثلا جرحى الجيش الموجودين هدول قدموا الكثير منهم، قدموا الكثير من قدموا أرواحهم للوطن. نحن صعب كثير إنه نقدم هالدورة مجانية من ضمن ورشاتنا. يعني ورشاتنا قائمة من 30 و 40 سنة فيها كل ما يتطلب لإحياء الدورة. هذا شيء نحن بسيط بالنسبة إلنا أكيد. ومن قلبنا ومن خاطرنا عم نقدمه بس لحتى نحمي هالتراث ونوجده بالمستقبل. أكيد يعطيكم ألف عافية، مشكورة جهودكم دائما على هيدي المبادرة اللطيفة يلي عم تشجع اليوم جيل الشباب إنهم يرجعوا يهتموا أكثر بالحرف التراثية. خلينا نحكي سيد فؤاد، أكيد ممكن واجهتكم عقبات أو صعوبات اليوم ضمن الجمعية أو خلال إقامة هي الدورات التدريبية والتفاعل مع فئات من الناس، خبرنا شو في تفاصيل. هلا نحن لساتنا بالبدايات، يعني هلأ الصعوبات ما قدرنا مثلاً تبين معنا لحد الآن. نحن مثل ما بيقولوا ببر الأمان، التلقي من الطالب عم يكون بشكل جيد، عم يستوعبوا منا، عم ياخذوا منا معلومة، عم يتقنوها. ونحن هاي بس تكون الدورة مستمرة مثلاً لأشهر وكذا أكيد بيمر فيها صعوبات، بس لحد الآن نحن لسه ما لمسنا شيء من هالصعوبات اللي بنواجهها. بالعكس كل الأمور لساعتها ضمن الشيء المطلوب وضمن الشيء المعقول للدورة، ومجرياتها جيدة وممتازة والحمد لله بنتفائل فيها خير. مثل ما تفضلتي بالتفاؤل متفائلين نحن بهالدورات. طبعا كمان شفنا من خلال الصور واللقطات المأخوذة من الورشات التدريبية انه في تفاعل كتير كبير من قبل المتدربين وحتى المشاركين بهي الدورات. استاذ فؤاد خلينا نحكي عن اخر مشاركاتكم هيك ولو ملخصا. مشاركاتنا مثلا بالدورات التدريبية عفوا نحن عملنا كتير دورات قبل هاي، بس هاي الدورة الأولى اللي بتطلقها القيادة المركزية. الدورات القديمة اللي عملناها كانت إذا بقول لك إنه الطلاب ضلوا عم يترددوا لمركز التدريب لسنين وأعوام يعني، وصاروا مثل كأنهم هن مصحابين المركز، بيجوا عم يجيبوا شغل لإلهم مثلا، بيفتكروا بقطعة عمل أو بشيء معين بدهم عم يجوا على المركز يستعينوا بخبرتنا ويقولوا لنا بدنا نساوي القطعة الفلانية كيف بنساويها، نعطيهم المعلومة وبيقعدوا بيستمروا عم يداوموا سنين، يعني لسنين عم يداوموا ساعات طويلة ضمن النهار ضمن المركز وعم يساووا قطع. حتى في منهم عم يساووا قطع بدنا نبيعها موصيين عليها، يعني بنفس الوقت عم يستفيدوا وما هم مقيدين لا ابدا ولا شيء. ونحن ما عم نقيدهم بساعات التدريب مثلا بتكونوا متواجدين، امتى ما حبيتوا تكونوا موجودين بمركز التدريب اهلا وسهلا فيكم. يعني هذا شيء كثير حلو انه الحرفي ما عم يحس حاله غريب او يحس حاله طالب، عم يحس حاله من كانه او مضغوط حتى انه انا هدول مثل اهلي، يعني مثل انا عم اتدرب عند ابي عند بمحلي بورشتي. هي كثير كمان الطالب عم يلاقيها حلوه وعم يستمتع فيها. خلينا نحكي عن اهميه مشاركتكم الخارجيه اليوم بموضوع الحرف التراثيه والتقليديه، قد ايه هي مهمه اليوم كمان؟ مثلا الخارجيه كمعارض او هي تمام. هلا بالنسبه للمعارض نحن شاركنا بكثير معارض، من تقريبا من سنه 2000 لهلا بنشارك بمعارض دوليه عن طريق مؤسسه العامه للمعارض. نلنا جوائز كبيرة، كنا نشارك بإيطاليا، بقبرص، بتركيا، بدول عربية، بمصر، بالخليج، بالجزائر. كانت المنتج السوري أو الحرف السورية إلى وضع خاص، إلى إقبال خاص بالمعارض الخارجية. حتى ضمن الأزمة شاركت أنا بالهند بسنة 2015 نلت الجائزة الأولى على 33 دولة بحرفة الموزايك الخشبي، يعني حرفة ما معروفة عالم. حتى مجموعة الحرف التراثية الدمشقية إلى ميزتها أنه ما في منافس لها بغير دول،
او ما في مين ينتج بنفس الطريقه اللي نحن بننتجها. وقت اللي عم نشارك فيها بالمعارض عم تكون مميزه، عم تكون فيها او عم يشوفوا شيء جديد منا. تمام استاذ فؤاد، بس سؤال، خلينا محليا اليوم ببلش معرض اكسبو سوريا، رح يكون في مشاركه لكم اليوم ضمن الحرف التراثيه ام لا؟ خبر هلا نحن في مجموعه من الحرفيين شاركوا، هلا نحن ايه كان اللي مهتمين بالموضوع التدريبي وكذا اعتذرنا عن المشاركه بسبب الدورات التدريبيه اللي اقمناها، بس في مثلا حرفيين ما لهم دور بالمركز التدريبي تمت مشاركتهم بالمعرض اكسبو. تمام. طبعا شكرا لك استاذ فؤاد عربش على كل هي المبادرات يلي عم تقوموا فيها كجمعيه حرفيه، ولكل الشباب اليوم يلي حابين ينضموا لهي الدورات التدريبيه بننصحكم انكم تشاركوا فيها، ومثل ما حكيت استاذ فؤاد انه هي ما فيها اي ضغط اي قيود، بالعكس الواحد بيتعلم وبيستفيد. شكرا لك. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. شكرا لك استاذ فؤاد، نورت صباح.